السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ شاشو. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ قلت هعمل معاكم كفته سمك مشوي. ايوه، كفته سمك مشوي. إيه لو ما جربتهاش قبل كده وهتجربيها ان شاء الله، طعمها هيعجبك جدا جدا وطعمها حلو قوي. طبعا اليومين دول كلنا بنستسهل نعمل رز وسمك مشوي عشان احنا قبل العيد، كل سنه وانتم طيبين. إيه فبنستسهل بقى اللي احنا نعمل سمك ورز وكده. فعندي هنا سمكتين بايتين، واكيد طبعا هنلاقي عندكم سمك بايت، فبدل ما ترميه او تاكليه من غير نفس، ان شاء الله هنعملهولك حاجه حلوه جدا وطعمها حلو قوي. خلاص، عندي هنا سمكتين بوري، ده سمك بوري مشوي. لو انت حابه تعمليها باي نوع سمك تاني براحتك، اي بولتي روسي او اللي هو الماكريل، اي نوع براحتك اللي انت عايزه تستعمليه. خلاص، ممكن تستعملي كمان تونه، تستغني عن السمك وممكن تحطي تونه، تحطي تونه وسمك مع بعض. او ممكن تستعملي السمك الفيليه اللي هو الني خالص، تستعمليه بدل ما تشوي سمك مخصوص للكفته. خلاص، انا عندي هنا السمك دوت. اول حاجه هنضفه واشيل منه الشوك خالص وافصص السمك كده عادي، ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا عندي هنا نضفت السمك المشوي بتاعي كله من السفق او من الشوك زي ما انت تسميه. خلاص، تنضفيه كويس جدا. لو سمك فيليه هنستعمله ني، بس هنفرمه في الكبه. خلاص، عندي هنا 2 بطاطساية مسلوقه سلقتها حلو قوي عشان تتهرس معايا. وعندي هنا في الطبق بتاعي دوت كزبره وفلفل اسود وكمون وملح وليمونه، وهنا دي خلطه التوم اللي كنا مخزنينها مع بعض. ما عندكيش، حطي فصين توم على قرن فلفل واضربيهم في الكبه وبس، هتبقى معاكي الخلطه دي. خلاص، هحطهم هنا، دي كل المكونات على البطاطس والتوم، وهسلق البطاطس ههرس البطاطس. خلاص، انا هرست البطاطس حلو جدا اهوت، شايفاها هرستها حلوة قوي اهو. خلاص، وهحط بقى السمك اللي عندي. اتفقنا اي نوع سمك عندك تحطيه، بس اهم حاجة تكوني منضفة كويس عشان العيال والشوك. وهعصر الليمونة. انا عصرت هنا الليمونة اهوت، هي ليمونة زنطوطة بقى، معلش. لو عندك اكبر ممكن تحطي اهوت. وههرس ده برضو كله مع بعضه. عايزه اقول لك ان انت اساسا لو عندك عزومه، في عزومه سمك او كده، او عامله رز بالجمبري، ممكن تعملي الكفته معاها دي، بتبقى طعمها حلو قوي وموفره بامانه وطعمها جميل. وكمان ممكن تحطي فيها الجمبري الصغنطوط خالص دوت، ممكن بعد ما هرسمه كده كل حاجه دي في بعضها، ممكن تحطي كمان شويه جمبري صغنطوط لقيتيه كبير، قطعيه حتت صغيره وحطيه، هيستوي ما تخافيش وهيدي طعم رهيب بامانه، هيدي طعم حلو قوي. خلاص، هحط بقى عندي هنا شويه شبت، السمك بيحب الشبت اكتر من اي نوع خضره تاني، وهقلب كل المكونات دي. انا هنا قلبت المكونات كلها في بعضها اهوت. لو عايزه تدوقي كمان ملحها ممكن تدوقي اهيت، لان كل حاجه عندنا هنا مستويه، يعني هي مفيش حاجه فيها ني. خلاص، اهي تقلبيها كويس جدا اهو بس. وبعد ما قلبتها كده هصبحها او اقرصها اللي انت عايزاها. عندي هنا كوبايه وفيها ميه، وهبل ايدي كده كاننا بنعمل اللي هي كفته الرز، زيت او ميه براحتك، انا هعملها في ميه مش مستاهله زيت يعني. وهاخد حته اهي تكوريها وبطتيها كده. خلاص، او تعمليها صوابع اللي يريحك بقى. هكمل انا بقى وارجع لك. انا عندي هنا بعد ما صبعت الكفته كلها بتاعتي، عملت هنا منها الراس ديت، وعملت كمان منها الصوابع ديت، اي حاجه اللي انت حباها، او ممكن تعمليها كور صغيره الشكل اللي انت حباه اعمليه. خلاص، عندي هنا معلقتين دقيق على حوالي 4 5 معالق بقسماط، وشويه ملح، شويه كمون، وشويه كزبره. خلاص، عندك توم باودر، بصل باودر. قلبت المكونات كلها مع بعض، البقسماط والدقيق والبهارات اللي حطيناها، هاخد هنا الكفته بتاعتي واقلبها بس كده في البقسماط ده، من غير دقيق، من غير سوري، من غير بيض ولبن ولا اي الكلام ده كله، هحطها بس كده وخلاص. ممكن بقى تظبطي بقى الشكل بتاعها زي ما انت عايزه هنا في المرحله دي. خلاص، اهي حاولي تظبطي شكلها كده
بس واشيلها وارجعها تاني مكانها. هعمل الكمية كلها بتاعتي واسيبها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة في التلاجة وبعد كده اقليها. هنا الكفتة حطيتها في صينية عليها يا دوبك دهناها بفرشة معلقة زيت، مش في زيت يعني غزير، مش في طاسة، وبعد كده تقومي مقلباها بالراحة كده يا دوبك. شايفة خدت اللون اهو من الناحية دي ومن الناحية التانية برضو اهيت. وبس كده، هي ما بتاخدش وقت ولا بتاكل موجود، بس يبقى منها طعمها حلو جدا وريحتها كمان مش قادره اقول لك على الريحه بصراحه، ريحتها حلوه قوي. فجربيها وقولي لي رايك، عايزه تقليها في زيت غزير؟ انا عملت ديت عشان ما اقلهاش في زيت غزير. لو انت عايزه تقليها في زيت ممكن تحطي عليها معلقتين دقيق او معلقتين بقسماط في نفس العجينه عشان ما تفكش منك. خلاص هنا خلصت الكفته بتاعتي، اتمنى ان انت تجربيها وتقولي رايك فيها. اولا زي ما قلت لك ما تقليهاش خالص في زيت غزير، لو قليتيها في زيت غزير حطي معلقتين بقسماط او معلقتين دقيق في الكفته نفسها عشان ما تفكش منك. خلاص عشان بس ما تحطهاش في الزيت وتقولي فكت منك. عايزه اقول لك من حلاوتها والله وطعمتها العيال ما خلوش منها غير هما دول، وانا نسيت خالص اللي انا بصور. خلاص فقلت اصور دول معاكي. طعمها حلو قوي لو انت كلتيها. انا عاملاها هنا جنبها بالطحينه اهي، شايفه اهي ماسكه نفسها خالص اهي ومش شاربه زيت، وطعمها حلو قوي اهي سخنه. السمك فيها اهو والبطاطس، طعمها حلو قوي، جربيها وقولي لي رايك فيها. اتمنى بس تعجبك ان شاء الله. ويلا شكرا ليكم، سلام عليكم.